مرحبا، معكم أفنان، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام، أموركم منيحة. وصفتنا لليوم إن شاء الله راح تكون وصفة كنافة، بما إنه ما بيحلى رمضان إلا ما يكون فيها كنافة، فحبيت اليوم أشارككم وصفة الكنافة. بس قبل ما أتكلم عن وصفة الكنافة لليوم، إذا أنتوا أول مرة على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس، وإذا أنتوا موجودين بالفعل بالقناة أهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي. بالنسبة لوصفة الكنافة لليوم راح نحشيها بالتمر والقشطة. بالنسبة لنوعية التمر راح نحشيها اللي هو التمر المعجون او اللي هو التمر القابل للدهن. طبعا في منه بيجي جاهز في السوبر ماركتات، اذا بتلاقوه جاهز جيبوه، اذا مش متوفر عندكم جاهز ممكن تعملوه كتير، يعني تعملوه بالبيت زي ما انا عملته بالبيت. جبت 10 حبات من التمر، تمام، حط عليهم مية سخنة واتركهم 10 دقايق، وبعدين راح اضربهم بالفود بروسيسر، راح يعطيكم نفس النتيجة، تمام. اهم شيء انه يكون المية على نفس مستوى التمر، يعني ما يكون زيادة وما يكون اقل، واهم شيء كمان يكون مية سخنة، تمام. بالنسبة للكنافة زي ما شايفين انا قطعتها يكون حجمها كتير صغير، بعدين دوبت السمنة حوالي هيك نص كاسة من السمنة دوبتها ودرتها عليها. اهم شيء انه السمنة يعني ما تكون سخنة كتير، يعني يدوب بس انها تدوب معاكم وتحطوها على الكنافة، وبعدين بدنا نفرك الكنافة اللي هو السمنة بشكل منيح. بعد ما تتشربها بشكل منيح هنبدأ نوزعها بالصينية. دائما وابدا بكون الصواني المعدن هي اكتر شيء مناسب للكنافة، لأي نوع كنافة صواني المعدن بتكون أحسن، بس إذا مش متوفرة عندكم عادي استخدموا الصواني إن متوفرة عندكم. هنا بس بدنا ندهن الصينية اللي راح نستخدمها ب اللي هو السمنة. طبعا بالنسبة للي هو الكنافة لو حابين تستخدموا معها سمنة حاولوا إنكم تستخدموا نوع كويس ويكون طعمه كويس علشان تطلع معكم الكنافة زاكية، لكن لو استخدمتوا نوع رديء ما راح تطلع معكم الكنافة زاكية، تمام. طبعا اذا مش متوفر عندكم سمنه ممكن تستخدموا الزبده او السمنه، يعني ما بنفع نستخدم مع الكنافه الزيت ما راح تطلع طيبه، بس انه السمنه او الزبده تطلع اسكى، تمام. بعد ما نحط اللي هو السمنه في نوزع سمنه جوات الصينيه، راح نوزع نص كميه الكنافه في الصينيه ونضغط عليها، بس هيك راح نضغط عليها بايدينا بشكل خفيف بس انها تاخذ شكل الصينيه. بعدين راح نحط الحشوه. طب خلونا نجهز الحشوه اول. عندنا هنا حوالي معلقتين كبار من القشطه، ممكن تستخدموا القشطه الطازجه او اي نوع قشطه متوفر عندكم، ممكن الجيمر، المهم ما تكونش قشطه سائله، المهم القشطه اللي بتكون الطازجه زي هيك، تمام. وراح نضيف لها معلقه كبيره من اللي هو التمر اللي هو قابل للدهن اللي حكيت لكم عنه باول الفيديو، تمام. وراح نحركهم مع بعض بشكل منيح لغايه ما يندمجوا، وبعد هيك راح نحطهم ونوزعهم فوق اللي هو الكنافه. طبعا لما نحطها فوق الكنافه يفضل انه احنا يعني ما نوصلها لغايه الاطراف علشان ما تطلع لبرا او ما تطلع فوق الكنافة، فاحنا بنحطها بالوسط وبنغطيها باللي هي الجزء الثاني من الكنافة. بعد ما وزعنا الحشوة راح نحط اللي هو الكمية من الكنافة، يفضل ما نحط كمية كبيرة كتير يعني فوق، تمام. راح نوزع كمية ونضغط عليها هيك بايدينا. بهذا الوقت بنكون شغلنا الفرن على حرارة 190، بدنا الفرن يكون حامي بهذه الحرارة، وطبعا يكون مشغل حسب فرنك اذا بيشتغل من فوق من تحت حطيه من فوق من تحت، اذا بيشتغل بس من تحت شغلي بالاول من تحت، بس تحس ان الاطراف بدأت تتحمر شغلي الشواية من فوق اساس يحمر لك الكنافة. طبعا بياخد حوالي ما بين 20 لـ25 دقيقة في الفرن، فخلوها براحتها، بس ديروا بالكم انها يعني تنحرق ضلكم تشيكوا عليها كل فترة، تمام. اخر حاجة قبل ما ندخلها الفرن بنوزع شوية من السمن فوق اللي هي على الكنافة من فوق اساس انها يعني تاخد لون، كمان تعطيكم اللي هي القرمشة او اللي هي هذه الخش خش تسمعوها هاي لما تاكلوا الكنافة، تمام. فهاي اللي بدنا اياه من الحركة ان احنا نحط سمنة على الوجه. شايفين هيك لونها بس طلعت من الفرن. هلأ راح أوزع عليها اللي هو القطر أو الشيرة، يفضل تكون القطر اللي هو بيكون بارد في حين إنها تكون هي ساخنة، تمام.
وبس هيك رح نوزع عليها بالكمية اللي انتو بتحبوها، واخر شي رح ازينها بشوية فستق حلبي. قدموها وبألف صحة وعافية عليكم. بهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة اذا انتو اول مرة على القناة، وتفعلوا الجرس، وكمان تعطوا الفيديو لايك. وان شاء الله انا بشوفكم على خير بالفيديو الجاي. يلا سلام.